الجمعية الملكية الجغرافية تعقد مؤتمرها السادس في لندن احتفاء بتنوع الطيور في سلطنة عمان. نايجل وينزر رئيس الجمعية بدأ كلمته بالترحيب بالحضور الذين حرصوا على متابعة الأمسية السنوية بعد احتجابها لمدة عامين بسبب الظروف الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا. هذا مساء رائع حيث نقيم سادس لقاء سنوي يحتفي بالتاريخ الطبيعي العماني في الجمعية الملكية الجغرافية. كل عام نختار زاوية مهمة من التاريخ الطبيعي العماني، وهذا مهم للعلوم والسياحة ومستقبل البلاد. كاتي هامبل المذيعة الشهيرة بتلفزيون بي بي سي والمهتمة بالبيئة والتاريخ الطبيعي أكدت على مشاركتها في هذه المناسبة، مشيرة إلى اهتمام سلطنة عمان بالتنوع البيئي. أنا ممتنة جدا لوجودي هنا مع الجالية العمانية وفي هذا المعهد التاريخي في لندن، كما أتشرف بالمشاركة في إدارة الأمسية التي تسلط الضوء على تنوع الطيور وما حققه العمانيون في هذا الصدد. أنا شخصيا زرت عمان عدة مرات ورأيت جمال التنوع هناك وجهود السلطنة للحفاظ على ذلك التاريخ الطبيعي الغني بالتنوع. وعلى هامش الأمسية أقيم معرضا للصور الفوتوغرافية عكس تنوع الطيور داخل السلطنة ومواسم هجرتها وخصائص حياتها. نحن اليوم متواجدين هنا للحديث عن الطيور والتاريخ الطبيعي لسلطنة عمان، وبالأخص التعريف عن هذا التاريخ الطبيعي الغني وللتعريف بسلطنة عمان كوجهة سياحية مهمة لمشاهدي الطيور. مشاهدة الطيور عالميا تستقطب الكثير من الناس وهي في تزايد. وتواصل سلطنة عمان بذل جهود كبيرة في الحفاظ على التاريخ الطبيعي وتنوع الطيور. تتنوع البيئات والمناخ في السلطنة، وهذا يؤدي بدوره إلى تنوع الحيوانات والنباتات الموجودة في السلطنة، وأيضا يشجع أو يؤدي إلى تشجيع الناس لزيارة السلطنة للسياحة البيئية أو للأبحاث العلمية في مجال التنوع الأحيائي. سفارة سلطنة عمان في لندن تثمن جهود المبذولة من قبل المعنيين في سلطنة عمان على المشاركة في هذه الأمسية الليلة، والتي لديها مخرجات عديدة، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح. وفي نهاية الأمسية تم تكريم عدد من المهتمين بتنوع الطيور والتاريخ الطبيعي في سلطنة عمان. الجمعية الملكية الجغرافية أقامت أمسيتها السادسة هذا العام احتفاء بتنوع الطيور في سلطنة عمان وتقديرا لجهود السلطنة في الحفاظ على هذا التنوع، ما يجعلها قبلة للسائحين من كل مكان. محسن حسني، تلفزيون سلطنة عمان، لندن.